موعدكم الآن مع أعذب الألحان وأحلى الكلام في برنامج لحن التلاقي مع شادي اللهيب وبلال حمادة. لحن التلاقي، نلتقي لنرتقي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو يطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد. صدق رسول الله. لو أنك كنت في مأزق وظننت أن الدنيا قد أحكمت عليك أقفالها وما من باب تطرقه حتى يغلق في وجهك ثانية، حتى أرسل الله لك إنسانا جعل فيه الخير وفرج عنك كربتك، هل تراك سوف تنسى هذا الشخص حتى وإن ألهتك الحياة ومشاغلها؟ فإنه سيبقى دوما في ذاكرتك محفورا كأنه جزء منك. هذه هي الثمرة الحقيقية لما تصبو إليه النصيحة الربانية في الحديث الشريف أن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فالإنسان هو خليفة الله في الأرض، والإنسان بعمله الخير وبنائه وتعميره للأرض هو يدفع ضريبة وجوده عليها. فلينشد الحمام بالحب والوئام، والمجع للقلوب تعانق القلوب، والمجع للشعوب لربها تؤوب، والمجع للقلوب تعانق القلوب، والمجع للشعوب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الناس أنفعهم للناس عنوان حلقتنا لليوم. مستمعينا من ما كنتوا عم تسمعونا، نتمنى تقضوا معنا أوقات حلوة. إذن الأوقات السعيدة بنتمنى أن تقضوها معنا بهالحلقة مثل ما قال زميلي بلال، وبتمنى أقضي معك وقت سعيد ووقت يعني كله إفادة، وتكون الله يعزك وتكون نافع لإلي وكون نافع لإلك ونكون نافعين للمستمعين. طبعا أناشيد السباق مواكب لهالعنوان، ولكن قبل ما نبدأ مع أجواء السباق وأعرف نشيدك والإهداءات، لابد أنه نستهل فقراتنا مع النشرة الفنية. الخبر الأول بالنشرة الفنية لليوم: يا حروف أداء عثمان الإبراهيم، كلمات ماجد الجبري، ألحان عثمان الإبراهيم. خطي يا حروف باركي ألوف، خطي يا حروف باركي ألوف، صفقة للنجاح يكفوف، الفرح لنا والسعد لنا والتعب خلاص محدود. سنين حقق الباري منانا، جينا نفرح ناجحين ولا
سنين حقق الباري منانا جينا نفرح ناجحين والأمل يفرح معانا للعلا اجتزنا دروب كل معالينا بهينا طبعنا نهوى النجاح طبعه يصفح يدينا للعلا اجتزنا دروب. خاتم الرسالة أداء عمر بن شهاب فرقة المسرة الإنشادية كلمات من الرشفات للإمام عبد الرحمن بالفقيه ألحان تراث. وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاء به من حالة أمل الحياة أداء وألحان تقي الدين غريب ألحان مولود بن عبيد كلمات رائد ناجي. في الخبر الفني الأخير أحمد يا حبيبي أداء نهيان المطيري كلمات وألحان قديم توزيع محمد الزعفري. أحمد يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك. أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك يا عون الغريب. أحمد يا حبيبي يا عون نعم. بنوصل لضيف النشرة الفنية من الأردن الفنان العريق والمتألق أشرف يوسف. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. حياك الله أخي شادي. معي معك شادي وأيضا بلال زميلي بأسرة برنامج. تحية لك. تحية لك أشرف يوسف. الله يسعدك يا ربي يخليك يا أخ شادي وأخ بلال. الله يخليك يا رب. مرسي عليكم مرسي أهلنا وأحبابنا في لبنان كلها. إن شاء الله تكون هيك جمعة مباركة عليكم وعليهم وكون ظلمة خفيف عليهم يا رب. آمين يا رب. نعم أشرف, يعني أكيد أنت يعني من أسرة البرنامج نعتبرك ومن أسرة إذاعة الفجر ومننا وفينا أكيد, والكل أكيد خير وبركة. يعني ما رح يكون فيها التكلف بيننا وبينك أكيد لأنك أخ لنا. يعني خلينا نبدأ من آخر أعمالك. نحن من فترة طويلة ما تواصلنا معك كضيف نشرة فنية, شو في عندك هيك أشياء جديدة مخبيها محضرة؟ نعم هلا آخر شيء إحنا لنا فترة من جهز في ألبوم اللي هو أنا الفلسطيني. تأخر شوي بصراحة, لكن يمكن احكي انه خلص الالبوم 3 مرات. يعني الالبوم احنا يعني حابين يكون فيه 10 اناشيد, وكل ما يخلص العشر اناشيد نيجي شيء جديد يعني, او تكون فيه مناسبه او شيء. فيه عم بيزيد العدد يعني. ايوه عم بيزيد العدد, لكن ان شاء الله يعني باذن الله على عيد الفطر باذن الله حيكون اصدار البوم. انا باذن الله. هو خاص فيك اشرف يعني لحالك؟
هذا يعني ممكن احكي انه هذا الالبوم الاول الفلسطيني او اللون الشعبي الوطني اللي هو الخاص باشرف يوسف. نعم صحيح. كله راح يكون شعبي ووطني يعني كل عباره عن مواضيع. يعني طرحنا في صراحه كثير مواضيع بتهم القضيه الفلسطينيه بشكل خاص، موضوع الاسرى، مواضيع الحرب على غزه مثلا، كثير مواضيع حتى انسانيه، حكينا عن البلاد، حكينا عن يعني مش كل الالوان شعبيه كثير. يعني طالما عم تحكي انسانيه اكيد يعني فيها خلينا نقول هالالحان شوي يعني مش الشعبيه اكيد طالما عم نحكي بانسانيه. يعني هل راح يعني في يمكن انشوده او انشودتين شيء يعني عملنا زي ما بيحكوا تجديد تراث تراث قديم ورجعنا جددناه بطريقه ثانيه، وفي لحن كمان شوي شعبي، لكن الغالب على الالبوم هو راح يكون اللون الانساني اكثر اللي بيحكي عن البلاد بطريقه يعني انا حبيت شوي اطرحها بطريقه ثانيه. الناس دائما بتحكي بدي احكي عن المشاعر نفس اهل البلاد اللي طلعوا برا اللي جوا عايشين هلا، بدي احكي عن الموضوع بشكل اكثر يلامس مشاعر الناس والشعب الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه. أشرف يعني حضرتك كان لك تجارب عديدة قبل ما يعني كان لك تجربة باليرموك، كان لك تجربة مع قناة طيور الجنة يعني نعم. والآن أنت عم تشتغل طبعا سولو لحالك، أي تجربة أثرت فيك أكثر وإذا كان في فعلا تجربة أثرت فيك لأي واحدة منهم بتحن أي فترة يعني؟ هلا يعني الانطلاقة كانت بصراحة مع فرقة اليرموك، واللي انا بعتز اني كنت في يوم من الايام احد اعضائها، ويمكن طلعت وانعرفت مع الناس كلها من خلال اناشيد فرقه اليرموك. وانا اذا بحن فعليا يعني بحن لهذيك الفتره. طيور الجنه تجربه رائعه كانت، عرفت الناس يمكن كثير على اشرف يوسف بشكل اوسع، وبعدها كمان حتى كناري نفس الشيء. كناري صحيح، كمان قناه كناري مؤخرا صح، قناه كناري صحيح. لكن اذا يعني انا يمكن حطيت هيك الناس اللي بيتابعوا صفحه الفيسبوك او بشكل عام السوشيال، انا وحتى على القنوات الفضائيه المهتمه طلعت باخر لقاءات واخر تصريحات اني انا خلاص رجعت للون يعني، او خلاص حركز على اللون اللي هو اللي انا طلعت فيه اصلا اللي هو اللون الوطني الشعبي اللي فيه احساس اللي بحاكي القضيه الفلسطينيه بشكل خاص. طبعا انت وقت كنت باليرموك اكيد يعني ابدعت بانشوده يا امي عربيه وانشوده طالع فجرك اذا ماني غلطان. صحيح كان في تجربه يعني طبعا فريق اليرموك فريق ما شاء الله عريق، ولكن هول الانشودتان اللي انت كنت مفرد فيهم يعني نحن عرفناك من خلال هالانشودتان، وايضا الالبوم انشهر من خلال هالانشودتان اكيد. الحمد لله كان يعني تجربه بداية وانطلاقة يعني أحمد الله عليها طبعا بفضل الله، ثم لإدارة فرقة اليرموك وبالذات تحية لأبو حسام الأستاذ طبعا حمد الغراب لأبو حسام اللي كان يعني داعم لأشرف يوسف في بداياته وحتى النهاية، وحبيبنا وأخونا طبعا، وتفهموا فكرة صوت جديد. مع أنه أنا يعني يمكن أحكي شغلة صغيرة، لون فرقة اليرموك ما كان صوت أشرف يوسف مناسب بالنسبة لهم، مش هذا لونهم يعني، يعني عرفوا أكثر باللون الوطني القوي والثوري. أشرف يوسف إجا يعني طبيعة صوتي أنا مش زي طبيعة اللون تبع فرقة اليرموك، أعطيت لون جديد أنت. يمكن حتى هم تفهمهم لهذا اللون كان فرصة بالنسبة لي، كان إشي غريب في ألبوم من ألبين فرق اليرموك اللي معروفة والناس كانت تستنى هذا اللون منها، ولكن الحمد لله يعني كانت تجربة ناجحة بفضل الله طبعا، وحب الناس الفكرة وحبت الناس اللون اللي طرحته فرق اليرموك من خلال الصوت الجديد هذا. إن شاء الله يا ربي يكون كله في ميزان حسناتنا بداية، إن شاء الله نكون عملنا إشي حلو فيه، وإن شاء الله هلأ كمان نرجع نقدم للناس إشي فعلا مميز ويليق بالمستمعين، وبما ان الناس تستنى تسمع من منشدين ان شاء الله. ان شاء الله نحن طبعا بانتظار الالبوم الجديد وجديدك دائما اشرف يوسف. الله يخليك، لك كلمه اخيره ومقطع انشادي وحبذا لو يكون من الالبوم الجديد.
إذا بالنسبة الألبوم الجديد إيش أنشد لك منه إشي؟ يلا بدك طب أنا معلش أحكي شغلة بس لأنه تفضل. يعني قريب إن شاء الله طالع على العمرة. نعم. الله يتقبل. الله يتقبل. الله يرضى عليك وحابك أنشد إشي من بلاش من ألبوم جديد أنحكي بلغ سلامي لأن رايحين لعمرة ولديار الرسول ولعند الحبيب إن شاء الله ربنا يعني يعطيها لكل المستمعين ولكل اللي بيته إنه يا رب يروح ولكل اللي حاب يروح إن شاء الله إن شاء الله. بلغ سلامي خير الأنام بلغ سلامي خير الأنام اقصد لي طيبة بهمة لو زرت أوراحك ياما بلغ سلامي وبلغ سلامي من توصل يا الزاير يم القبر الطامن شاهد أبوابك تلقى المشهد زاهر يا ربي يا الله الباس والحمير والعالم يشهد هبت محمد والعالم يشهد هبت محمد يا محلى النبي اسمع لو زرت وروحك ياما بلغ سلامي الله يتقبل منك سلف والله يطعمنا العمرة والحج أبو يامن. آمين يا رب. آمين يا رب وإياكم أجمعين يا رب. بدنا نسمع كلمة أخيرة منك توجهها لجمهورك عبر أثير إذاعة الفجر وبرنامج لحن التلاقي. بداية يعني كل الشكر والتقدير لجهود ومتابعة والتواصل الدائم من حبايبنا. بداية شادي ممثل عن برنامج لحن التلاقي وعن إذاعة الفجر الإذاعة العزيزة علينا وعلى كل المنشدين اكيد بيعرفوا جهودها في يعني في التواصل الدائم. يعني شكر خاص برضه مره ثانيه لشادي ما شاء الله عليك دائما متواصل وان شاء الله يا ربي في ميزان حسناتكم زي ما حكينا وجهودكم مباركه وان شاء الله هيك نزوركم عن قريب في لبنان باذن الله. ان شاء الله نحن طبعا بانتظارك دائما اشرف. ان شاء الله. الله يبارك فيك يا رب. إذا كل التحية لك الفنان العريق من الأردن والحبيب أشرف يوسف كنت ضيف النشرة الفنية كل التحية لك. نعم خير الناس أنفعهم للناس هو عنوان هالحلقة وأناشيد السباق المواكب له الموضوع يا بلال. الأنشودة نعم. الأولى اللي اختارتها أميرة حماد من صيدا أنشودة أحب الخير للفنان العندليب عبد الفتاح عوينات بنسمع سوا. النشيد الأول للفنان عبد الفتاح عوينات أحب الخير للعالم. أحب الخير للعالم وأحب أسعد بني آدم أحب الخير 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 للعالم وأحب أسعد بني آدم وأحب الناس تحب الناس ولا مظلوم ولا ظالم أحب الخير للعالم أحب الخير للعالم. النشيد الأول للفنان عبد الفتاح عوينات أحب الخير للعالم. خير للعالم. إذن أحب الخير للعالم لعبد الفتاح عوينات من اختيار أميرة حماد وهي معنا عبر الهاتف من صيدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا فيك أميرة. أنت اخترتي هالأنشودة ليش اخترتيها وشو الرسالة اللي بتوجهها للمستمعين ليصوتوا لك؟ أيوة صحيح اخترت هالأنشودة كان الحب الأعظم هو حب الله كل حب آخر مستمد من حبه المسلم قلب عامر بالحب نابض بالخير تجري في شرايينه الرحمة
ولا يقتصر على حب فقط الناس التي تنتمي لجماعتي أو طائفتي، بل كل الناس بمختلف انتماءاتهم ومعتقداتهم، خاصة أننا مسلمون فعلينا أن نعاملهم بحسن الخلق كما وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم. أحب الناس لله أنفعهم للناس، أحب الأعمال لله سرورا تدخل على قلب كل مسلم. خياركم الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، كما قال الشاعر: أيقظ شعورك بالمحبة إن غفى، لولا شعور الناس لكانوا كالدمى. كلنا بشر ولكل منا حضارة يفخر بها، وتصرفنا بخير وإحسان حبب العالم بديننا دين المحبة والود والسلام والرحمة، دين الإسلام الذي فيه كل البشر متساوون. لذلك أحب الخير للعالم وأحب أسعد البني آدم. الله يجزيك الخير يا رب، كلام حلو عن أنشودتك، نتمنى لك التوفيق. لأي أنشودة بدك تصوتي بداية؟ صوتك الأول. أنشودي غير أنشودتي؟ لا هلا فيك غير أنشودتك وفيك أنشودتك، بس الصوت اللي بالآخر الحلقة ما فيك تعطي أنشودتك. أيوة صوت لأنشودة أحب الناس لعمر السعيدي. إيه بس بآخر الحلقة ما فيك تصوتي لأنشودتك، يعني أنت عندك صوتين. إيه هلا لأنشودتي بصوت له. طيب بآخر الحلقة بنرجع بنتواصل معك إن شاء الله، لكن هلا صوتك أيوة لأنشودتك. شكرا لك، شكرا لك، بنتمنى لك كل التوفيق. بننتقل للمشترك الثاني عماد النجار من الأردن، اختار أنشودة واحد من الناس لعبد القادر قوزع، نسمعها سوا. النشيد الثاني للفنان عبد القادر قوزع، واحد من الناس. النشيد الثاني للفنان عبد القادر قوزع، واحد من الناس. إذن واحد من الناس لعبد القادر قوزع المنشد اليمني، اللهم سلم اليمن، ومن اختيار عماد النجار من الأردن وهو معنا عبر الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيك أستاذ عماد. طبعا عماد مشترك معنا، ولكن عماد أيضا هو شاعر، وطبعا معروف عنه انه شاعر وما شاء الله عنده اشعار جميله. كيف حالك يا عماد؟ الله يسلمك، اسعد الله مساكم انت وبالتالي. يعني شرف لنا انك مشترك معنا بالمسابقه. الله يخليك، تسلم حبيب. الله يخليك يا رب. عماد، يعني انت اخترت واحد من الناس، وشو بدك تحكي عن الانشوده؟ بالنسبه للانشوده جميله جدا، لمست قلبي قبل ان تلامس مسامعي، بما انه انا واحد من الناس وانا خليفه في الارض لازم أضع بصمتي، فلهيك اخترت هاي الأنشودة. نعم، يعني طبعا بدك تصوت بداية عماد، وبنرجع بآخر الحلقة بناخد صوت تاني منك بإذن الله. طبعا مش لأنشودتي. ما بدك تصوت لأنشودتك؟ لا طبعا لأنشودة. عم بتقول طبعا لأنشودتك. أوكي فهمت عليك. طيب عماد، بنتمنى لك كل التوفيق اكيد، وانتم يمكن هلا التوقيت مختلف بيننا وبينكم، بس امبارح واليوم بكره بيرجع بيزبط التوقيت، هلا هني عندهم 9 وايضا بفلسطين 9 وشوي 9 ونص. نعم بنتمنى لك كل التوفيق عماد، وبدنا ننتقل لك بلال. شكرا لك يا عماد. بلال، انت اخترت انشوده بحب الناس لعمر الصعيدي. نعم. نسمعها سوا. النشيد الثالث للفنان عمر الصعيدي، بحب الناس. بحب الناس، بحب الكون وسط الناس، تملي بكون. بحب الناس، بحب الكون وسط الناس، تملي بكون. بحب الناس، بحب
النشيد الثالث للفنان عمر الصعيدي بحب الناس. تفضل. طبعا انا شفت كنت عم تأشر بايدك انه خليهم يعجلوا، يلا ما مش حنقلك. طبعا شفت سلسي جدا على السماع، بتعلق بالذهن بسرعه، طبعا بتعبر كتير عن معنى الحلقه او عنوان الحلقه. بعدين عمر الصعيدي، بتعرف جمهور عمر الصعيدي يعني والرهان على طبعا جمهور انت من جمهور عمر الصعيدي اكيد، عشان هيك اخترت له الانشوده. نعم طيب، بتمنى الكل يصوتوا لنا وما يكسفونا ونخسر الحلقه. لا ان شاء الله، يعني نتمنى لك التوفيق مثل ما قلت لاكيد زملائك المتسابقين. بلال اي انشوده بدك تصوت؟ طبعا لا انشودتي انا طبعا حابب ان اصوت لكل الاناشيد، بس انا علشان ما نتقتل مع بعضنا بصوت. طيب خلينا نروح لفاصل اعلاني، ومن بعد الفاصل رح نستقبل اتصالاتكم اكيد عبر الارقام 01-75-30-90 و75-33-57. وبذكركم انه الواتساب، نحن بدأنا ناخد رسائل الواتساب من الساعة 6:30 قبل الحلقة بساعة ونص، وبعد دقائق بينتهي الواتساب. فاصل وبنرجع لكم. أهلا وسهلا بكم. ينتهي في هذه اللحظة التصويت عبر الواتساب. بغتك فيها. بغتني فيها والله. يعني غدر أخذك فيها. دبحني فيها. طيب أهلا وسهلا فيكم من جديد. ما بعرف ما له وقت ثابت. أهلا وسهلا فيكم من جديد بلحن التلاقي وبفقرة سباق الأناشيد. والفاصل اللي سمعته هو أنه انتهى التصويت عبر الواتساب. طبعا رح نبدأ اتصالاتكم للتصويت على الأناشيد اللي هن أنشودة أحب الخير للعالم عبد الفتاح عوينات، أنشودة واحد من الناس عبد القادر قوزة، وأنشودة بحب الناس عمر الصعيدي. وأكيد عبر الأرقام 01-75-30-90 و75-33-57 مع الاتصال الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا، مين معنا؟ وفاء جعفر. أهلا وسهلا فيك يا وفاء. لا يا أنشودة بدك تصوتي؟ لا أصوت الأولى والثانية. الأولى والثانية؟ إيه، عبد القادر قوزة وعبد الفتاح عوينات. إيه مظبوط. أحب الخير واحد من الناس. إيه. شكرا لاتصالك، ونتمنى يعني تذكروا اسم الأنشودة لحتى يعني تكونوا أكيدين من الأنشودة إنه عم تصوتوا لها صح. بنتابع بلال معك. نعم اتصال. السلام عليكم. نتعاون يعني. وعليكم السلام. مين معنا؟ شيماء قطيتي. أهلا يا شيماء. واحد من الناس وبحب الناس. واحد من الناس وبحب الناس. نعم سلامات. نعم وعليكم السلام. ما يجيك صوت ليش زعلان؟ الحمد لله. كمان بنتابع وعبر الأرقام 01-75-30-90 و75-33-57 واتصال جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا، مين معنا؟ محمد صفصوف. أهلا وسهلا فيك يا محمد. لا يا أنشودة بدك تصوت؟ لا عمر الصعيدي. صوتين. شكرا لا. لاتصالك يا محمد. أهلا. ما أخشى عقوبة أو ملام، وأزرع بين خلق الله طيبة واحترام، أرد السيئة بإحسان وأرد السلام، أقول الصدق ما أخشى عقوبة أو ملام، وأزرع بين خلق دورك. سمع عندك شيء انت؟ هو يلا اخذت انا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ رولا جعفر. اهلا يا رولا. بصوت لأنشودة واحد من الناس وبحب الناس. ان شاء الله متفقين انتو قصة. هاي اجاك صوت بيت جعفر. متفقين. متفقين بالتوزيعات. لا وفق صوتت لأول أنشودتين وشدان صوت للتيني والتيلتي. شكرا يا رولا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أيضا منتابع معكم ومع اتصالاتكم، وأكيد فقرة سباق الأناشيد، وهي أكيد أول فقرة بالتصويت،
وصوتين مع كل اتصال. لحوا حالكم قبل ما ننتقل لأعرف نشيدك. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا، مين معنا؟ نجلاء على الدين. أهلا وسهلا فيك أخت نجلاء. لأي أنشودي بدك تصوتي؟ أنا فيك بدي بحب الناس اثنين عمر صالح. صوتين، شكرا لاتصالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقلبي ضحكته صافية ومليان بالدفى وحنون. اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معنا؟ أم عبد الله. أهلا يا أم عبد الله. أهلا فيك. فضلي. بحب الناس. صوتين؟ نعم. نعم شكرا لك. ماشي حالك بلال؟ الحمد لله يعني بالحسد من عينك. عم بيجيك أصوات. لا ما شاء الله ماشي حالك يعني. عم بقول لك بالحسد. إنه منيح يعني ماشي حالك. طيب صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. للعالم وأحب أسعد بني آدم وأحب الناس تحب الناس ولا مظلوم ولا ظالم. كمان اتصال جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، مين معنا؟ دانيا. دانيا، نعم يا دانيا. لا انا شو اللي بدك تصوتي؟ مبيني لا احب الناس بحب الناس. صوت مليون صوت لمنشدي عمر الصعيدي. ده هني صوتين بس هو لازم يطلع. على فكره دانيا لازم يطلع لك انت على القليل 15 صوت لانه انت اكثر وحده منقيها منقي هذا الانشودي. طيب شكرا لك يا دانيا وشكرا لاتصالك. اقول الصدق ما اخشى عقوبة او ملام واسرع بين خلق الله طيبة واحترام. ارد السيئة باحسان وارد السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معنا؟ كوثر. أهلا يا كوثر، تفضلي. صوت لعبد القادر كوزة. نعم. واحد من الناس. صوت لعمر الصعيدي، بحب الناس. نعم. شكرا يا كوثر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وقلبي ضحكته صافية. كمان متابعين معكم ومع اتصالاتكم ومشاركة جديدة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مين معنا؟ فريدة قرة. فريدة، نعم يا فريدة. لا يا أنشودة بدك تصوتي؟ لا أميرة. لا أميرة، يعني اللي هي أنشودة أحب الخير. لا عبد الفتاح. صوتين. صوتين. شكرا لاتصالك. أصل البشر واحد وخالق هالبشر واحد. مدام أصل البشر واحد وخالق هالبشر واحد. ودعوة أنبياء الله تقربنا وما تباعد. تقربنا وما تباعد. مدام النبض نفس النبض تعالوا يا شعوب الأرض. فدا من نبض نفس النبض تعالوا يا شعوب الأرض. نحب الخير للعالم. نعم بلال اتصال. يعني إذا بدأ. نعم اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا الغيبي يا نادر. يا نادر
والله يا صاحبي خربت الأبطارية فجبت أبطارية جديدة. مبروك الأبطارية الجديدة. الأبطارية الجديدة. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم جميعاً. بدي صوت لأنشودة بلال. شكراً يا نادر. على فكرة أنت أول ناس بحكي معكم من الأبطارية الجديدة. الله خليك يا رب. هذا خلاص هلا أشوف كيف هلا حكون هيدي أبرين بارك. على كل حال مبروك الأبطارية الجديدة. انا اقول محلو صوتك كتير الابريج جديد يا خيي. السلام عليكم. السلام بغير الله ما علق امل واطلب نجاح وارض وفرد جناح قلوب الناس تتبسم إذا هبت رياح بغير الله ما علق أمل واطلب نجاح وأرض الله بسافر بها وفرد جناح قلوب الناس تتبسم إذا هبت رياح. إذن مع الاتصال اللي مرق بننهي فقرة سباق الأناشيد ورح ننتقل سوا لفقرة أعرف نشيدك وأكيد عبر الأرقام 01-75-30-90 و 75-33-57. أعرف أعرف نشيدك أعرف أعرف نشيدك أعرف نشيدك. نعم أعرف نشيدك أكيد ست أرقام بنسمعكم مقطع من الأنشودة بكون تعرفوا شو اسم الأنشودة أو نعطيكم احتمالات اسم المنشد. وأما 7 و8 و9 هن تحدي الأسماء والرقم 10 هو الرقم الأصعب اللي عليه أكيد 3 أصوات. الاتصال الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. مين معنا؟ شيماء. نعم رقم 1. تختار الرقم 1. بنسمع سوى الرقم 1. تقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضي. حمود الخضر وأنشودة كن أنت من ألبوم وصير أحسن. طبعا ألبوم جدا متميز أكيد. شيماء لأي أنشودة بتعطي الصوتين؟ بحب الناس. اثنين لبحب الناس. نعم شكرا لاتصالك. شكرا. وعليكم السلام. هي ماشي حالك بلال؟ لا إله إلا الله. أمورك تمام يا أخي؟ خلص بكفي. شو اللي ما بدك اصوات؟ بكفي بكفي. بكفي. انا لا انا والله مبسوط علينا. فيك انا مبسوط فيك. ما حصل معرفة فيك في موجه جفاف ضارب الجداول جوا على الواتساب. ما تعطى الهم. انت تفائل بس. أنا كن انت خلص انا كن طالما انت حد عم تبشرني يعني ان شاء الله عنك يعني خلص متفائل. انت كن طالما عندك الموضوع انا متفائل. لا مش عندي الموضوع. اتصال. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ الو مين معنا؟ تفضلي. كوثر. كوثر اهلا يا كوثر. تفضلي ايه رقم يا كوثر؟ 4. نسمع رقم 4. ارحم الهي ضعفنا يا رب واجبر كسرنا. قالت الجواب. وتولى دوما نصرنا يا رب غيرك ما لنا. شو يا كوثر؟ احتمالات معروف. احتمالات هل هو ماجد السكري أم ماجد أبو صرة أم محمد أيوبي؟ ماجد أبو صرة. ماجد السكري. أنا كستو هنا. إذا ماجد السكري إجابتك نهائية؟ مظبوط. نعم هي الأنشودة لماجد السكري أنشودة سبحان الله. سبحان الله. بطلع لك صوتين يا كوثر. أحب أعطيت أحب الخير للعالم.
مزبوط، هي عندها صوت. الو لا صوتت قبل، صوتت قبل صح. احب احب الخير للعالم، واسا بيطلع لي صوت ما هيك. صوتين عندك؟ صوتين نعم. بوزعهم. طب كيف بدك توزعهم؟ احب لا لا اعطيتي احب الخير، بدك تعطي هلا قصدك واحد من الناس وبحب الناس وبحب الناس. قصدها مع الصوت سلام. الاول نعم. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتصال جديد على فقرة أعرف نشيدك من لحن الطلاقي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا، مين معنا؟ وفاء جعفر. نعم يا وفاء، أي رقم بتختاري؟ خمسة. الرقم خمسة، نسمع سوا الرقم خمسة. الحب ما ننسى مهما ضعنا في الحال، ويامنا نعم يا وفاء. احتمالات؟ بدك احتمالات. طيب، هل هو محمد مطري؟ ايه محمد مطري. اما محمد العزاوي؟ محمد مطري ايه، هو اللي بانشد هالانشودة اللي هي حان الشوق. اجابتك صحيحة يا وفاء. لأي انشودة بتاعت الصوتين؟ لأول انشودة عبد الفتاح عوينات. صوتين لعبد الفتاح. شكرا لاتصالك. اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا نادر. اهلا فيك. هات نشوف اي رقم. شو يا نادر؟ عادي كالعادة. خمسة طار عليك العوض. سوري كنت مركز. لازم نعمل اثنين خمسة. شو في بعض؟ في خير الله. اثنين ثلاثة اربعة، لا اثنين ثلاثة ستة. في عندنا تحدي الاسماء بعد ما حدا جبر خطرهم. خد تحدي تحدي الاسماء. شو عندك؟ والله حلو الفكرة. ارجع وجه الابريل الجديد. تحدي الاسماء، مين اللي راح يتحداني؟ انا بدك اكيد بدك تتحدى انت وبلال. اذا بدك بلال كم صوته بيطلع له؟ اثنين. واذا انت ربحت فيك يا اما تعطيه صوتين يا اما تشلحه صوتين. يلا راح اشترك بالسبعة لكام؟ اذا اثنين لقيله سبعة. بدك تشترك بالسبعة؟ بضمن له صوتين. طيب الرقم سبعة راح بلش معك بمحمد عباس. سين. سميح زريقات. سميح زريقات. تا يا بلال. تامر شاهين. نون. نون. يلا نون. نادر شي في واحد بس ما تعيطه. يلا حيخلص الوقت. ثلاث ثواني. ثانيتين. نور الدين خورشد. نور الدين خورشد. دال. ديما بشار. را. را. يلا يا نادر. مبروك الصوتين. كان فيك تقول ربيع الحافظ، كان فيك تقول اللي راح عن بالي ربيع الحافظ. ولا يهمك. طيب انت لمين كنت حتعطي الصوتين يا نادر لو ربحت؟ لك لقاله لقاله. كمان لبلال. شكرا لك. ملعب لجايبي ملعب لجايبي لكن صوتين لانشودة بحب الناس. هاي ماشي امورك. سكر. طيب كمان بنتابع مع اتصالاتكم واعرف نشيدك واتصال جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مين معنا؟ رولا جعفر. نعم يا رولا، أي رقم بتختاري؟ ستة. الرقم ستة، بنسمع سوا الرقم ستة. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك. نعم يا رولا، بدي احتمالات. بدك احتمالات. هل هو
ماجد السكري أم محمد مطري أم محمد عباس؟ محمد عباس. محمد عباس المنشد المصري؟ أكيد ما لا. الاحتمال الأول أكيد لا، تاني لا، تالت خلاص محمد عباس. هو اللي بينشد عرفته الهوى، وإجابتك صحيحة. وصوتين لأي أنشودي؟ صوتين، صوت لعبد القادر كوزع، صوت لعمر السعيدي، صوت لواحد من الناس وصوت لبحب الناس. شكرا لاتصالك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. اتصال. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربيع. نعم ربيع، بدك توطينا صوت الراديو، بدك تبعد لك عنه شي 2 كيلومتر. شو خيي، بدنا حل جذري للموضوع يا ربيع. ايه ممتاز هيك، يلا. طيب بدي صوت ربيع عمل شيء. لا ربيع هيك ربيع، اسمعنا من التليفون. سامعك. سامعك. هلا اسمعنا من التليفون. ما عم نزمر. ما عم زمر؟ ايه منيح منيح. بعدنا عن بوجهنا على الباب. ماشي. نعم. اول شيء بيطلع لك صوت، اول شيء. هلا وفي عبد الفتاح وينات، صوت عبد الفتاح وينات. لا صوت لعبد الفتاح وينات يعني؟ هو حر ما لك. نعم. اي رقم تختار؟ رقم 4 بعضه. لا والله طار، الله جبر. شو بعثي؟ في 3-2. 3 بسم الله. 3 يلا اتكلنا على الله. خذ تحدي الاسماء. 3. قرار أصيل كشمس الغروب. صعب صعب جدا. لا شو اسمه؟ عراس لسانه. قرار أصيل كشمس الغروب. ما أنت عم ما سمعت لأنك عم تحكي راس، ما يمكن تكون هينة. صحيح. شو بدك احتمال؟ بده احتمالات. احتمالات. هل هو محمد الشط أم فضل شاكر أم عبيد عجاوي؟ أم فضل شاكر صوته. أول واحد مين اللي قلته؟ محمد الشط. لا شط؟ فضل شاكر، صوت فضل شاكر. فضل شاكر؟ مين محمد الشط؟ كان شو صفا ونبقى هنا أنشد صوته. يعني فضل شاكر اللي بأنشد هيدي ال. إن شاء الله. متأكد؟ الله أعلم. من على بركة الله. إذن أنشودي لفضل شاكر. نور نعم اكتمل. نور اكتمل. نعم. صوتين. صوت عبد الفتاح وينات وصوت يا اخي انشودي صعيدي. بحب الناس. شكرا يا ربيع. لربي ما هيكي فؤادي اتصل، فذاق الأمان وحاز الأمان، حياتي أضاءت وقلبي سما، طريقي تجلى ونورك تمل. بربي مليك فؤادي اتصل، فذاق الأمان وحاز وقلبي. الاتصال الأخير على أعرف نشيدك قبل ما ننتقل لفقرة الإهداءات. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، مين معنا؟ محمد عبد الهادي. محمد، نعم يا محمد، من وين عم تحكينا؟ من صيدا. أهلا وسهلا فيك محمد. لأي أنشودي بداية بتصوت؟ معك صوت عبد الفتاح وينات. نعم أحب الخير. وأي رقم بتختار بأعرف نشيدك؟ عندك 2 وعندك 8 و9 و10، بس طبعا كلهم مختلفين عن بعض. 9 اللي هي تحدي الأسماء. كيفك بأسماء المنشدين؟ ضعيف شوي. نعم هيك. يعني مكتير. طيب يلا بدك تاخد رقم 2 اللي هو بتسمع مقطع من انشوده. طيب ماشي يلا بنسمع سوا الرقم 2. الرقم 2 إذن قدموا الأرواح والعمر فدا، مستجيبين على غير ارتياب. قدموا الأرواح والعمر فدا، مستجيبين على غير ارتياب. فليعد قلبك
من غفلاته فلقاء الخلد في تلك الريحان. بس اعطيني احتمالات لو سمحت. بدك احتمالات. هل هو عبد الفتاح عوينات ام سعد الغامدي ام سعود شريم مثلا؟ يعني الثاني سعد الغامدي. أوه. هو اللي بينشد الانشوده. نعم. إذن هالأنشودة هي هل ترانا نلتقي أنشودة جميلة لسعد الغامدي صوتين لأي أنشودة بتعطيهم؟ لعبد الفتاح عوينات. شكرا لاتصالك ومشاركتك. عليكم السلام. أهلا وسهلا فيك. إذن مع هالأنشودة رح نبدأ فقرة الأهداءات وأكيد عبر الأرقام 01-75-30-90 و75-33-57 ودقائق قليلة بيوقف السباق من خلال الاتصالات. هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب. هكذا سأل قلبي كلما طالت الأيام من بعد الغياب. هكذا سأل قلبي كلما. إذن الاتصال الأول على فقرة الإهداءات. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معنا؟ افتخار. أهلا يا افتخار، تفضلي. أول شيء بيطلع لها صوت صح؟ أي بعد ما خلص الوقت. إذن بيطلع لك صوت بسرعة يا افتخار. اتصلت لأنشودة واحد من الناس. واحد من الناس لعبد القادر قوزع. نعم. بعد أنشودة يا أمي بروح ماما الغالي الله يرحمها. أقول الله يخلي أمهات العالم كلياتهم. كمان بعد أذكر الإذاعة يعطيكم العافية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أمي يا أمي يا عنوان الوفا ضميني يا أمي في حضنك محلى الدفا يا أمي يا أمي يا أمي يا عنوان وغني سأل أيام الصفا يا أمي يا أمي يا أمي يا عنوان الوفا أميني يا أمي في حضنك محلى الدفا يا أمي. اتصال جديد بنستقبله سوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيك يا نادر. نادر شو حابب تسمع؟ بدي أسمع أنشودة الحمد لله لسامي يوسف. نعم. لمين إهداءاتك؟ طبعا أنا بدي أهديها لكل رفقاتي بالمعهد. بدي أقول لهم إنه أنا حاولت قدر الإمكان إنه أحضر الحصة الأخيرة ولكن عدم توفر وسائل النقل وعدم توفر المرافقة هو اللي منعني إنه أحضر الحصة الإضافية. نعم. الأخيرة لهذا الدورة. فأنا بعتذر منهم وبهديهم هذه الأنشودة وبهديها لأغلى معلمة إنجليزي وبهديها لأسرة الإذاعة وبهديها لصاحب الوجه البشوش محمد الأيوبي ويحيى طقوش. يحيى طقوش وبهديها لإلك شادي شوري. أنا ما فحل اشترك بحلقة عيد الأم فينعاد على جميع الأمهات. الله يرحم أمك يجعل الله يبارك فيك يا رب. الله يسلمك وبلال ينعاد على أمك وعليك يا رب يا رب يا نادر على كل الأمهات الموجودين. وهذا
عارفيني لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربي شكر لك ربي مجد لك الحمد لله وشكر لله يا عليم لك الحمد سبحان الله العظيم الحمد تحوينا دوما يا رحمة برحمة والغفران حمد لك يا منان وعظيم جمالك يا يا رب الحمد لله والشكر لله يا علي لك الحمد سبحان الله العظيم الحمد لله والشكر لله يا حليم لك الحمد سبحان طبعا نحن بفقرة الأهداءات بس أكيد لابد أنه هيك نعيش العالم بأجواء السباق لأنه أساس حلقتنا هو سباق الأناشيد يعني في أنشودة بصراحة صارت فوق الغيوم بالأصوات وأنشودة مش عارف وين كمان مش ينتهي في هذه اللحظة التصويت عبر الاتصالات مستقصدني مستقصدني مع هذا وكله كفي حكي كمان خلص طبعا بشي ما بتحب بحس ففي انشودي ما شاء الله اصواتها كثيره وانشودي ما شاء الله اصواتها ابدا مش كثيره وانشودي تقريبا بالنص او اقل من النص فيعني هي الاجواء بدنا يعني تشدوا الهم شوي بس وعيتهم منيح يعني للمستمعين طب شو بدنا نقول لهم يعني ما فينا نحكي الحقيقه مثل ما هي طب شو بدي شو يعني جمهور عمر الصعيدي شد همته وجمهور عبد القادر قوزعي شد همته شدوا همتهم يعني قدامهم شيء فعليا قدامهم شيء 80 85 صوت لازم يجيبوهم ليلحقوا الاول قد ايه قدامهم خلينا نقول شيء 75 صوت قدامهم بدهم يلحقوا بارك الله في مرزق طيب في معنا اتصال وما بعرف دوري انا يمكن السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله مين معنا؟ أمال نعم يا أمال شو حابة تسمعي؟ أنا حابة اسمع لحن العودة نعم أول شيء يعطيكم ألف عافية الله يعافيك وبهديها لألكو أكيد شكرا وبهديها للمكسر وللكنترول وبهديها للشعبي بفلسطين عفوا وبهديها لكل شباب الأقصى وبهديها للأسرة وبهديها لشعبي باليرموك ويعطيكم ألف ألف مليون عافية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شكرا لك بصي حق العودي يا غاصب هادي أرضي ما ينساها
صلاح الدين عبد الحميد فداكي ما فرطتي ثراكي وبركبتنا مسراكي يبقى ليوم الدين يبقى ليوم الدين نادتنا فلسطين هي هيضلوا المغتصبين هي احنا يلي بأراضينا وهم مشددين اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ وفاء جعفر. اهلا يا وفاء. انا طلبت انسجة لبنان لمجاهد هشام. نعم. بهدية لهداء خاص لجميع اللبنانيين ولجميع المستمعين اون جنرال واكيد لكم اخ سادي بلال. شكرا شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمك احلى غني لحن وكلمة شرقية يلي بتحبوا لبنان غنوا ردوا علي أحلى غنية لحن وكلمة شرقية يلي بتحبوا لبنان غنوا ردوا علي لبنان الوحدي لا لا تخافي قد هاللبناني بنتابع معكم مع اتصالاتكم ومعنا اتصال جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا مين معنا؟ دانيا. دانيا نعم يا دانيا شو حابة تسمعي؟ بدي اسمع شورك يا ربي لولا رحمتك لعمر سعيدي. نعم لمين اهدائتك يا دانيا؟ لعمر سعيدي وعمر قطعمي وإلكم كمان لكل الإذاعة وكمان بذكر عمر سعيدي على أنشيد الثلاث يا ربي لولا رحمتك لاقيهم وانت الأمل عن جد يعني روعة. شكرا لك. نعم ان شاء الله بفوز اليوم سباق العناصر ان شاء الله يعني بنتمنى الفوز اكيد للجميع. شكرا لك يا دانيا ولا مشاركتك يا رب. رح نسمع لنا شو بيسوي. رحمتك عيني ما شافت خير قادر علي بقوتك وبتعفو عني كتير يا ربي لولا رحمتك عيني ما شافت خير ما شافت خير يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ماشي درب ودروب ما بين خطا وذنوب قويني ربي اتوب برجع اسير بطاعتك ماشي درب ودروب ما بين خطا وذنوب قويني ربي اتوب وارجع أسير بطاعتك يا رب
والأحزان زلت دموعي ترجيتك بعرف أنا غلطان والله القلب ندمان بالخوف والأحزان زلت دموعي ترجيتك ربي لولا رحمتك عيني ما شافت خير ما شافت خير يا ربي لولا رحمتك قادر علي قوتك وضعفوا عني كتير يا رب يا مشاركة عبر الفيسبوك بتقول ما أجمل أن تكون الشخص يفرح الناس به وتمنوا الاقتراب منه. عش حياتك بشخصيتك، لا تدع الحياة تحدد من أنت، لا تلوث الهواء بسوء أخلاقك، اجعل أخلاقك نسيم يعيشه الغير. مساءكم أخلاق طيبة. هاي الرسالة من لورينا محمد. اتصال الأخير بلال. اتصال الأخير طبعا لهيدي الحلقة. قبل ما ننتقل للمشتركين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ ربيع. ها فرقت كتير يا ربيع. نعم لا لأنه هلا عم يحكي من الصالون. من الصالون. مبروك الصالون. مبروك الصالون. كان بحكي على التليفون تبع غرفة النوم. تبع غرفة النوم. مبروك هذاك وجه الراديو. هذا وجه الراديو معنا كبير بس. مبروك الراديو. هذاك صيني هذا ياباني. ما عند أخي ما إحنا عند عيال. كل العالم خير. كل الراديوات خير وبركة. خلينا ما نحكي عن حدا منه موجود. عفوا نعم. تفضل يا ربيع. أنا نسمع شودي قديمة حلوة كتير اسمها جمع الكفار. نحن الأرشيف كله جاهز تحت جمع الكفار وعلينا شودي جميل جدا شوقيا وغربيا. نعم ودي هديها لأسد داع لكم فدن فدن دون استثناء. الله يبارك فيك. وجميع المستمعين هداء خاص إلى جميع المجاهدين المرابطين أينما كانوا في فلسطين والمحتلة في غزة في سوريا في بلاد الشام في العراق واليمن واليمن يمن النشامة يمن عزة وإندونيسيا أينما كانوا. ما نقول نقول لقائد قال إنه من حرب بيت المقدس. نقول أين أنت؟ لا كنت في العراق وذهبت في الشام وذهبت إلى العراق والآن إلى اليمن. أصبحت دماء الشعب اليمني والعراقي والسوري بدل دماء الصهاينة المحتلين أرض فلسطين معروف من هو وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم ادفع عنا كيد الأعداء وأعذنا يا مولانا من كل داء. اللهم ادفع عنا كيد الأعداء وأعذنا يا مولانا من كل داء. واحفظنا واصرف عنا هذا البلاء. واحفظنا يا مولانا من كل غي. واصرف عنا باغينا شرا يا حي. واحفظنا يا مولانا من كل لغي. واصرف عنا باغينا شرا يا حي. يا الله 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 يا الله. جمع الكفار علينا شر الحشود شرقيا أو غربيا بيضا أو سود. جمع الكفار علينا شر الحشود شرقيا أو غربيا بيضا أو سود. أما السائق والحادي فمن اليهود. فاحفظنا يا مولانا من كل غي. واصرف عنا باغينا شرا يا حي. فاحفظنا يا مولانا من كل غي. واصرف عنا باغينا شرا يا حي. يا الله 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 يا الله. لو اتبعنا برضانا هدي القرآن لحفظنا العز الأسمى عبر الأزمان. لو اتبعنا برضانا هدي القرآن لحفظنا العز الأسمى عبر الأزمان. نعم أعزائنا المستمعين، رح نوصل أو وصلنا وإياكم للأصوات الأخيرة للمتسابقين. رح نبدأ مع أميرة حماد من صيدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم يا أميرة، صوتك الأخير لأي أنشودة بتعطيه؟ لأنشودة واحد من الناس أو بحب الناس؟ بس اسمح لي بدي أهدي الأنشودة بس في الأول. فضل. قبل ما أعطي صوتي فضل. بدي أهديها لصديقاتي بجروب الجنة ملتقانة فريدة ونرمين كرة وخديجة وفاطمة وإيمان ونسرين من المغرب وشيماء. نعم. وزينب وحنين وإختي سجا ولرفيقة عمر أم عمر اللي عم تسمعني هلأ هي من السودان. نعم. وخالتي أمال المصري بالسعودية وصوت لعبد القادر الكبرى.
نعم يا أميرة، وصوتك صوتك لعبد القادر قوزع، شكرا لك وبنتمنى لك التوفيق. شوية تركيز يعني. لا أنا مركز بس لأنه عم بكتب وعم بسمع. نعم رح ننتقل لعماد النجار من الأردن، وهو اختار واحد من الناس. نعم يا عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. الله يخليك يا رب عماد. نعم راح يكون لعبد الفتاح عماد. لعبد الفتاح عماد. نعم نتمنى لك التوفيق يا عماد، شكرا لك. الله يبارك فيك يا رب. نعم يا بلال. نعم أنا كمان بدي أهدي طبعا، أو لا شو بدي أهدي، بدي صوت. بدك تركز. نعم يعني العمر له حقه كمان يا طبعا طبعا بدي أعطي صوتي لعبد الفتاح عوينات أحب الخير. عبد الفتاح عوينات أحب الخير. نعم لكن لبين ما نحصل على النتائج بدنا نهدي زميلنا يحيى خير الدين اللي رح يغادرنا، طبعا صح له فرصة عمل في الخارج، رح يغادرنا يسافر يعني، رح نهدي أنشودة دخلك يطير ونتمنى له كل التوفيق. وأكيد طبعا يعني اسمي واسمك شادي وباسم أسرة الإذاعة، باسم أسرة الإذاعة كلها بنقول له إن شاء الله الله يكتب لك الخير أينما حللت، وراح نفتقدك ولكن يعني موجود بالبال. موجود بالقلب. نعم. موجود ما يعطي الهم. نعم روح ترجع مع بعض. والله يعطيك العافية ويوفقك. سافر وسلم لي أحبابي اللي تعال أسلك يا طير يلي طاير بلا ميعاد. سافر وسلم لي أحبابي
إذن مع الأنشودة اللي أهديناها لزميلنا يحيى خير الدين منوصل للختام، وأناشيد السباق كانوا مواكبين لموضوع حلقتنا خير الناس أنفعهم للناس. المطلوب منا نكون خير لبعض وسند لبعض مثل ما أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. الأنشودة الأولى اللي اختارتها أميرة حماد من صيدا، أنشودة أحب الخير لعبد الفتاح عوينات. الأنشودة الثانية اختارها عماد النجار من الأردن، أنشودة واحد من الناس لعبد القادر قوزع. أما الأنشودة الثالثة اللي اختارها زميلي بلال حمادة، أنشودة بحب الناس لعمر الصعيدي. أما النتائج فهي كالتالي، يا لطيف شي بيخوف والله. الأنشودة الثالثة 15 صوت لايف يعني واتساب واتصالات، 8 أصوات فيسبوك، 23 صوت توتال يعني. أنشودة الثانية 24 صوت اتصالات وواتساب، فيسبوك 4 اتصالات 4 أصوات، و28 التوتال المجموع. أنشودة الأولى 99 صوت لايف اللي هو من خلال الواتساب والاتصالات، والواتساب عم بيلعب دور كتير كبير. شو رأيك نلغيه؟ 99 صوت. أما الفيسبوك 8 أصوات، التوتال المجموع 107 أصوات. يلي حلت بالمرتبة الثانية، منيح المركز الثاني يعني مش غلط كمان، والله طلعت، والله طلعت الثاني ممتاز. هي انشودتك، انشوده عمر الصعيدي، انشوده بحب الناس. الحمد لله. الانشوده بالمرتبه الثالثه انشوده عبد القادر قوزع، وطبعا 23 صوت. اما بالمرتبه الاولى الثانيه كم صوت انت؟ 28 عبد القادر قوزع. يعني في منافسه، في منافسه على الثاني والثالث. طبعا لما نقول ثاني وثالث يعني اكيد مش معناتها انه هاي حلو وهي مش حلو، هذا تصويت الجمهور يعني معيار الى حد ما بس بالحلقه، ولكن منه معيار بشكل عام. مع احترامي للجميع يمكن وقت النوم يمكن او يمكن الله اعلم انت وشطارتك. اللي حلت بالمرتبه الاولى انشوده احب الخير للعالم، انشوده عبد الفتاح عوينات، 107 اصوات. مش حرام شو 80 صوت يعني. بنقول ألف مبارك لأميرة اللي اختارت هالأنشودة، ولا جمهور هالمنشد، وأيضا الله يعطيكم العافية لكل اللي صوتوا وتعبوا، وكل التحية للي بيتابعونا على صفحة برنامج لحن الطلاقي. كل التحية لكم أعزائنا المستمعين، ونحن بدنا نوجه تحية لمحمد شعبان اللي بيصمم الديزاينات على الفيسبوك، وأيضا لمحمد الأيوبي بمساعدته لإنتاج حلقتنا، ويحيى طقوش لإخراج حلقتنا. وتحية مني شادي اللهيب وبلال حمادة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سوف يبقى نجمنا في سما الإبداع صاعد. لحن التلاقي، نلتقي لنرتقي. أسعد بني آدم، أحب الخير 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 للعالم، وأحب أسعد بني آدم، وأحب الناس تحب الناس، ولا مظلوم ولا ظالم. أحب الخير للعالم، أحب الخير للعالم.
أصل البشر واحد وخالق هالبشر واحد فدام أصل البشر واحد وخالق هالبشر واحد ودعوة أنبياء الله تقربنا وما تباعد نفس النب تعالوا يا شعوب الأرض هذا من نبض نفس النب تعالوا يا شعوب الأرض نحب الخير للعالم ظللنا سبع سماوات خلقنا الله أمم ولغات في ظللنا سبع سماوات ولا مر في غير الغير بنينا مجد وحضارات ولا مر في غير الغير بنينا مجد وحضارات حياتنا مش حيتان وبحور حياتنا نور يكمل نور حياتنا مش حيتان وبحور حياتنا نور يكمل نور بحب الخير للعالم